الفيدرالية ديالنا هي شريك الميثاق الوطني ديجيتال أكت، الميثاق الرقمي. احنا كنخدموا معهم في المجال ديال كيفاش نحاولوا نركزوا على الإدماج الرقمي، الإدماج اللي كيمكن له اللي كيخول لنا ان احنا نعطيو للمواطنين ديالنا انهم يمكن لهم يندمجوا اقتصاديا اجتماعيا وحتى الإدماج المالي. الهدف منها هو نحاولوا نديروا من نجعلوا من التحول الرقمي يكون عنده نتيجة إيجابية على الحياة اليومية للمواطن. يعني فاش تكون عندك يعني واحد لي سيرفيس ولوج لهاد لي سيرفيس اللي كيكونوا اون لين، تيمكننا نسهلوا الحياة المواطن وتيمكننا نساعدهم باش يكونوا مقاولات ديالهم، لان هاد لي سيرفيس هادو ماشي غير الدولة اللي كديرهم يعني في اطار ديال الايغوف، ولكن كيكونوا حتى المقاولات الصغرى اللي كيمكن لهم يقترحوا عدة يعني مجالات اللي تيمكن لهم يعاونوا المواطن في الحياة اليومية ديالو. الوغ الأولوية يعني خصنا نعرفوا على ان واش حنا باغيين. بيان سور عندنا بزاف ديال الأوراش رقمية كبيرة بزاف، هاد الأوراش خصنا نحاولوا الى فاش نطوروها يكونوا عندنا المواطنين واجدين انهم يمكن لهم يستهلكوها. هذا الاستهلاك يعني خصنا يعني الاتصال، يعني الشركات ديال الاتصال يلعبوا الدور ديالهم باش يمكن لهم اللي كنسميهم المناطق البيضاء لي زون بلونش اللي ما كيكونش فيهم الولوج للريزو ديال الانترنت. كاينه مواكبه ديالهم، مواكبه الناس في العقليه ديالهم باش يمكن لهم يتاقلموا لهاد يعني العادات الجديده اللي كيكونوا نتيجه ديال لي سيرفيس اون لين. وكاين المواكبه ديال المقاولين الشباب في المجال التقني اللي هما يمكنناش نطوروا هاد الاوراش بلا ما يكونوا عندنا شباب قادرين على خلق المقاولات ويمكن لهم يطوروا المقاولات ديالهم في المجال الرقمي.